قالت مصادر كويتيه انه من المقرر ان يلتقي امير دوله الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب في البيت الابيض اليوم، وقالت المصادر الدبلوماسيه الكويتيه ان القمه سوف تتطرق الى الازمه القطريه ومحاولات ايران زعزعه استقرار المنطقه، كما اشارت المصادر الى ان القمه ستتناول تعزيز العلاقات الثنائيه بين البلدين والتطورات الاقليميه والتعاون في مكافحه الارهاب.